تحكموا في مصيركم، كونوا أنتم يا أصحاب الفعاليات في القرى، كونوا أنتم أصحاب القرار. لا يجي واحد ويقول لا هذا كذا وكذا وباشر، أنتوا صيروا على الطاولات سواء لحوار أو لما شيء ذلك، أنتوا تقدموا. مو الآن أنتم تحملون أرواحكم في أكفكم وبعدين يجون يتقدموا الناس على الطاولة ويقطفون الثمار. هو فخر العمائم وهو صوت العلماء الأحرار الشرفاء الذين يطابق قولهم فعلهم وما بدلوا تبديلا. الشيخ محمد صالح القشعمي تعرفه منابر أبي عبد الله الحسين منذ 4 عقود، كان صوتا ينقل عبارات النهضة الحسينية وشعاراتها الثورية ويسجل عبارات النعي لشهداء كربلاء ولدمائها التي هزت الطغيان في كل زمان ومكان. ليس في قاموس ثورتنا وأمتنا البحرينية شيء أو ذرة من التراجع. من مدرسة الحسين تشبعت عمامة القشعمي بالحرية وتزين بريقها المليء بالإيثار والتضحية، فكان حاضرا في كل المواقف والميادين مع شعبه الثائر، يقول كلمته الواضحة التي لا تعرف التلون ولا التورية، ويرفع صوته الحسيني بالحق المبين. لم يوقفه خوف ولا وجل من قلة الناصر ومن خذلان المقربين، فكان كله صبر من الحسين وزئير من كربلاء. البلاء قال مرحبا بالبلاء، والموت قال مرحبا بالموت إذا كان في لقاء الله. قبل أكثر من 20 يوما هاجم الخليفيون منزل الشيخ القشعمي وعاثوا الخراب والفساد في كل زاوية من المنزل، وروعوا النساء في هجومهم البربري الذي استمر أكثر من 5 ساعات، وكأنهم يعيدون سيرة اليزيديين الذين روعوا النساء في كربلاء وأخذوهم سبايا إلى الطاغية يزيد، وهو ما فعله آل خليفة بأهل الشيخ الجليل وبحرائر البحرين الذين قال الشيخ القشعمي أنه يستمد منهن الصبر والصمود والثبات. ولنقتبس من صمود الإخوة المعتقلين وصمود الأخوات المسجونات المعتقلات، فرج الله عنهم وعنهن جميعا. جئنا في الحقيقة لنأخذ الدروس والعبر، تضامن، صمود، ثبات، إيثار. رفع الشيخ ظلامة الشعب ونعى شهداءه الأبرار ورفع راياتهم الخالدة وجلجل بعمامته الحسينية في ميادين تقرير المصير، وكان حاضرا ومتضامنا في موائد الصائمين الثائرين وفي خيم الحسينيين الثابتين، وهو في كل هذه الجهات كان يجدد الإرادة والتحدي في وجه الأشقياء واليزيديين، حتى نفذ اليزيديون خطتهم بالانتقام منه واتهموه بإيواء رجال الله. كان همهم أن يخلو منبر الحسين ومنابر الثورة من صوتها الصادق الأمين. قدم الشيخ القشعمي الدرس العملي واقتدى بسيرة كربلاء وبدروس الشهامة والشرف. كان يريد أن يقول إن علماء البحرين ليسوا عمائم خائبة ولا يغلب عليهم الخوف والهزيمة أمام جحافل الجيوش آل يزيد العصر، ولو هتكوا الأعراض وسفكوا الدماء الطاهرة. لا للتفاوض على دماء الشهداء ولا للتراجع، إن التراجع موت لنا، فنحن ماضون إن شاء الله. أراد الخليفيون التشهير بالشيخ الجليل وبحرائر البحرين الشريفات، لكنهم عجزوا عن كسر شوكته وإذلاله في قصورهم وسجونهم، وها هو يرسل صوت الصمود والإباء من داخل زنزانته الكاظمية ويجدد لشعب البحرين رسالته التي لا تموت ولا تخبو: منصورين والناصر الله. منصورين، منصورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.